طالبة صبرية معين أحمد شلدان، طالبة في الثانوية العامة، والدة الشهيد حمزة. أنا تزوجت في 2000 وقررت السنة هاي إن أنا أفوت الثانوية العامة، يعني بعد تقريبا انقطاع 22 عام عن الدراسة. والحمد لله رب العالمين، يعني إنه اللي شجعني إن أنا أدرس الثانوية العامة اللي هو وجود بنتي آية معايا. فإحنا التنتين يعني كنا نشجع بعض خلال السنة وندرس مع بعض، نظمنا جدول للدراسة مع بعض، وقتاش مثلا ندرس وقتاش نراجع. لحظة إعلان النتيجة الصراحة شعور صدمة وخوف، بس مجرد كلمة ناجح هذه الأمانة يعني بتنسين الخوف اللي أنا كنت يعني حاسة فيه طول خلال السنة وطول فترة الدراسة. أنا كنت أطلع يومياً على المدرسة، كتير كنت ألاقي في طريقي من الجيران ما بين إنها تدعمني والله يرضى عنك والله ينجحك والله يوفقك، وما بين الشق الثاني اللي إيش اللي أجبرك بعد 22 سنة تدرسي يا ولي، يعني زي ما بقولوا يعني يا ولي الوحدة إلها زوجها وبيتها وأولادها. فالحمد لله يعني طالما ان الوحده مش مقصره لا بحق زوجها ولا بيتها ولا اولادها، فتتوكل على رب العالمين وتكمل مسيرتها التعليميه. عمر ما كان العمر مقياس نهائي للعلم. اول هدف لي انا بالنسبه لي اولاد الصراحه، لانه انا كان من زمان انه انا بدي ادرس الثانويه العامه لحتى اوصلهم معلومه، اقدر اجاوبهم على اي سؤال هم محتاجينه. زوجي حكى لي اياها كلمه يعني انه توجيه عليك والجامعة علي أنا، يعني عليه هو. فإن شاء الله ناوي ربنا هيك يكرمنا ونسجل يعني في الجامعة. يعني أنا بدي حدا يرشدني ويقول لي الصراحة، يعني حاسة أصعب قرار في حياتي حتى الآن هو هذا الشيء.